عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده يا جماعه احنا جايين نجيب هدوم العيد، انتوا عارفين طبعا والله العظيم يا جماعه انا يعني كنت نايمه قمت لقيت ان فاضل حوالي اقل من 8 ايام على الجيب، فانا استغربت 9 ايام تقريبا فاستغربت، فقالوا ما في هدوم العيد، قلت لهم يلا بينا نجيب، ونروح نجيب هدوم العيد. بس فالنهارده احنا نزلنا غدر اشتريت شويه الحاجات دول، طبعا لو في حاجات مش هتشوفوها هنا على قناه معايا احلى تروحوا طبعا تشوفوها على قناه سندريلا غزل، وسندريلا غزل الحمد لله كملت 600,000 مشترك وان شاء الله عقبال المليون. يلا بقى نختار لي يزن. انا اللي اختار لي يزن. اختاري ماشي، يزن اللي اختار كل دول من غزل فهم بيختاروا. لا مش كلهم الدرجات يعني. طب خلاص اختاري. طيب يلا طيب يلا لا بص ده لا تعالى بص انا مش عايز ده. طب مامي جيب لي 4-5. انت عارفه ان يزن مقاسي 4-5؟ على فكره انا قلت له على فكره اللي دائره يعني بالنسبه لي على الستاند احلى او اللي سهل عنده زيه بس انا عاجبني جدا بقى الانصامبل حلوه قوي الانصامبل اللي هي بتاع لا تايجر دي حلوه هي نفس اللي انت لابسه انت لابس سيم بقى يبقى تعالى نغير بقى حاجه هو لونه مختلف ممكن يلبسه على جينز مش هدي احنا عايزين كده بقى لسه فاضل شورت اليزن عشان يقيسوا له الحاجات دي بس ها شورت احنا عايزين شورت مختلف شويه لا مش عايزاه ساده كده يزن خلينا نشوف يعني عايزين فيه اشكال فيه ثواني ثواني نشوف بس الوان الشورتات يا زوز تعالي بصي يا اصحابنا ده عاجبني بس انا حاسه ان مامتي هتعجبها مش عارفه ليه بصي حاجات جميلة كده غدا اللي خطر لك ده حاجة حلوة أوي غدا بتخطر لك تعالوا قالوا نقيس الحاجات دي تعالي ندخل الأول نقيس الحاجات دي أيوة بس بتاعتها زي يعني لون غلط بجد حلو أوي تعالي ندخل نشوف الحاجات دي ويبقى شكلها عامل زي على غزالة وعلى يزونة وبعد كده نقرر هناخد إيه ومش هناخد إيه وبعدين نستنى نكمل هناخد كلها يلا بس تبينا نختار نلبس الأول يلا بينا أقف كده كويس يا يزن استنى حبيبي وريني بقى كده لف كده لفيت واو حلو قوي قمر عليك اعدل التيشيرت كده من تحت اعدل التيشيرت يا زهر ايوه اعدله ايوه شده تحت شويه بس مش قوي ما تشدوش تحت قوي يا زهر افرد نفسك تبقاش عامل كده يا زهر ها افرد نفسك حلو قوي عليك يا زهر زي القمر وريني غزوله بصي الفستان ده تعالى كده يا زهر الفستان ده ما عجبنيش خالص على غزل ثواني يا زوزو ثواني هو كبير هو كان عايز مقاس اصغر كان هيبقى احلى بس هو كبير قوي عليك تجيبي 4-5 ايه انت عايزه 8-9 ما ينفعش كبير وشكله مش حلو عليكي مش هاخد حاجه وخلاص حتى تعالي شوفي نفسك كده قدام المرايه شوفي نفسك قدام المرايه ها واحده كبيره طيب مش حلو عليكي يا قلبي والله لو حلو انا هاخده لك اول انا عايزاكي تبقي احسن واحده في الدنيا كلها ماشي يلا بينا نغير ثاني هعمل لهم سحر يلا ويلا خلاص ستوب بص يا زوزو مش عاجبني خالص وعايز اصغر بصراحه يعني انا مش هكذب عليكي ايه اللي تعالى وريني يا زنا القمر ايه استنى طب شوفي نفسك كده في المرايه شوفي نفسك في المرايه شوفي نفسك في المرايه شوفي نفسك شكلك حلو انت شكلك حلو اه لا مش شكله مش حلو طب مامي مش هجيب حاجه وخلاص يا غزل تعالى يا زن اقف كده بقى يلا يا زن تعالى كده تعالى كده وريني يا زن لف الله زي القمر عليك يا زن حلو قوي قوي الطقم ده عليك انت ليه يا زن لما تمشي تبقى كده بس سيبيه يا غزل كل واحد حريه غزل في طرفه على الصفه ده يا زن سيبيه 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 وريني يا زن حلو قوي يا زن زي القمر
قمر قمر يا يزن بجد حلوين قوي قوي. تعالي نشوف بقى الطقمه الثانيه. يلا يلا فولي 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 فولي. انتوا الاثنين مع بعض انتوا الاثنين مع بعض. بص القميص حلو قوي قوي على يزن، لكن يا غزل البنطلون على لون التيشيرت حلو، بس عايز سبعة تمانية. هو عايز ناقص اصغر شويه. سبعة تمانية ماشي. كان في سبعة تمانية وقلتي لا تعالي. معلش معلش حقك عليا، ما انا قلت هيبقى صغير عليكي. خلاص هجيب لك برده من ده من ده نفس المقاس نفس المقاس ده هيبقى حلو عليكي. يلا تاني ابراكادابرا. لا خلاص كده احنا كده خلصنا. يلا بقى بينا شوف. لا خلاص ما ده عايز جينز ولازم اجيب لك عليه بنطلون ولازم اجيب لك مقاس اصغر، ما هو ده نفس المقاس وده اكبر كمان، ده 10 11 فلازم اجيب لك نفس المقاس. في سبعة ماشي هنجيب نفس المقاس وبعد كده نرجع نقيس بقى على الجينز تاني. تمام يلا بينا يلا بينا نروح محل تاني نشوف حاجات تانية. يلا بينا يا روح بابي عايزه ايه؟ انا عايزه الكوتشي ده يا بابي هو استنى يا بابي هنا يا روح هاتي في ايه في ايه بابي وفي ايه انا شو مامي في ايه انا عايزه الكوتشي اهو الطريقه دي بس اللي بتجيب الحاجات عايزة بابي شنطة بابي خوني مامي غزولة. ستوب ستوب عشان اشوف كيوتي امر عليك يا ناس. وريني 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 اصلا لونه حلو قوي اصلا لونه صيفي كده ومع الكوتشي كمان لايق على الكوتشي حلو. الكوتشي مريحك مقاسه حلو عليكي بجد قولي والله. عايزه وانا ماشيه البسه حلو ومريحك صح؟ اه. طب تعالي بقى نقيس الطقم التاني. يلا بينا. كيوتي حلو عليكي طقم ده حلو تغيير وحلو قوي عليكي والله. قمر انت دختي صح؟ تستاهلي تستاهلي بس حلو قوي قوي عليكي. وريني
حلو قوي 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 كمان زي القمر علي. مبسوطه؟ اكتبوا في الكومنت يا جماعه اذا كان الطعم ده حلو عجبكم ولا مش عجبكم. اكتر طعم اخترتيه؟ بس كل طعم تتكلمي بصراحه والله العظيم كلهم حلوين قوي 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 والله. يلا بقى نغير. مبسوطه اهم حاجه. طب يلا نغير. يلا بينا. ايه غزه بتعملي ايه غزه؟ ازيك؟ كويس. هو بيقول لك الحمد لله. هو كويس. هو كويس بيقول لك. يلا 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 نختار. يلا شوف هنعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. اختاري بقى ايه؟ احنا طبعا جبت احنا جبنا الهدوم واختاري بقى عليها. نعم. وليد تعالي كده شويه. تعالي كده بس عشان نشوف. بس يا ماما عايز دول. انا واحده. انا عايزه ليا بس. بس ممكن تاخدي الاثنين تلبسي واحده واحده يعني واحده واحده مش لازم توك يعني مش لازم اثنين يلبسوهم يعني بس. بصي يا غزل. بصي يا غزولة يا جماعه هي بجد ان هي ما بتلبسش اكسسوارات اصلا والله ما بتلبسهم والله العظيم. عندها ثلاث دروب مليانين حاجات ما بتلبسهمش. مش هتعالج خديهم عايزه تاخديهم خديهم واحده بس. انت ما بتلبسهمش. حلوه قوي جزر. يلا يا زيزي اخترتي ايه؟ اخترتي دي؟ بقى كده خلاص؟ يلا عايزه حاجه ثانيه؟ ماما بس مش فاضي عايزين حاجه بس كده. ايوه زوزو يلا. ها يا زوزو. لا دي اصلا عايزه تبقى من دي. لو ده انت تاخديها. حلوه قوي شكلها حلو. تاخديها؟ اه تمام. بصوا يا جماعه شكلها حلو قوي كيوتي. امي عجبني بصراحه. حلوين قوي صح؟ ماما يلا بينا. هتختاري حاجه ثانيه ولا كده خلاص؟ خلاص ستوب. يلا بينا بقى عشان حسن. زوزو يلا بينا. اهي اخدناها لك. يلا بينا عشان حسن. يلا بينا. غزولة طبعا بتحققي حلم حياتك دلوقتي وانت بتاكلي صح؟ الجبنة بتشد. حلوة يا يزن؟ يلا برافو عليك. قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ بسم الله اوله واخره ولا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يلا بصوا بقى. طبعا احنا دلوقتي جوعنا فبناكل وبعد كده هنقوم نكمل صح؟ استنى. واو يلا بألف هنا. يلا بتجيبي بالنسبه لك عربيه؟ لا هم عايزين يجيبوا عربيه. ايوه ايه زوز. عايز ايه؟ بس ممكن اجيب واحدة. اهو الحتة دي واحدة بالحمرة. دي الحمرة ده من دي؟ اه دي الحمرة. دي الحمرة. وغيري بقى الاحمرة دي. لا الجبي دي؟ دي؟ ايوه كده هي واحدة بس. ورينا تاخدها من فيهم. ده عايز ده عايز ها؟ دي خلاص هتاخد ايه؟ طب قولي لي ده؟ تاخد ايه؟ خلاص يعني؟ اه زي ده؟ اه زي ده. تعملي ايه يا زوزو؟ اللي هي مثلا لحد ايه يعني ممكن يقولي
انا مش سامع، انا مش سامع.